علي معلول أصبح سفير تونسي في الكرة المصرية وفي الأراضي المصرية، شاف إزاي النهاردة علي معلول وأصبح رمز كبير في الكرة المصرية؟ شايف المستويات اللي بيقدمها إزاي مع النادي الأهلي؟ بصراحة علي معلول يعني عمل الخيار الأفضل أنه مشى للنادي الأهلي، الخيار الأميز وقت بقى مع النادي الأهلي، والخيار المستقبلي الأحسن أنه يبقى مع النادي الأهلي. يعني نقلة نوعية أخرى، هو استفاد من وجوده في الأهلي وأفاد النادي الأهلي، معناها عبارة على جناح. أنا بالنسبة لنا علي معلول حتى في المواجهات الأهلاوية ضد الفرق التونسية، هنا الجمهور الرياضي في تونس وجماهير النوادي يعرفوا أنه مصدر الخطر الأول، وهم كلهم لعيبة ما شاء الله، يخافوا من الجهة اليسرى لعلي معلول. علي معناها تبارك الله يطير طيران الآن ما شاء الله عليه، ويقدم في أداء عالي جدا. مش نعطيك سكوب الآن، فوزي البنزرتي المدرب الشهير للكرة التونسية قال علي معلول يستاهل الجنسية المصرية لهذا الأداء وهذا التعود بالأهلي وهذه الإضافة للنادي الأهلي. معناها